مرحبا بكل متابعي قناة شو تي في. هنا من مدخل مدينة سيدي بن نور في هذا الروبورتاج هذا اللي من خلاله غادي نشوفوا واحد هو واحد المدار او الرومبوان الرابطة بين سيدي الرومبا هذه اللي ادت بالارواح ديال الكثير، يعني ما على ما تشغل فيها قليله. الاناره ما كاينش فيها، هذه تسبات بعده حوادث قاتله. هذا اللي غادي كما غادي نشوفوا. الى كل متابعي قناه شوف تي في ولا بخصوصا الناس ديال سيدي بن نور، مسؤولين ديال سيدي بن نور، اللي غادي نقول نشوفوا هذا الرومبو. هذا الرومبو هذه جات بين جماعه سيدي بن نور وبين جماعه العطاطره، يعني كما نقول حنا مدار الموت او الرومبو ديال الموت. هذه اللي عرفت عده حوادث قاتله، لان اللي كان جي انسان كان جاي بالليل ما كاينش الضوء كما كتشوفوا، يعني راه هنا ما كاينش الضوء، ما فيهاش الضوء. خاص المسؤولين يتحركوا كما كتشوفوا. هذه الرومبا هذه لانها خطيره، كما كتشوفوا هذه الرومبا هذه راه خطيره. اللي كان جاي بواحد السرعه بالليل راه يقدر يموت. كسيد خيبة كتوقع هنايا، هنا كسيد خيبة وقعت هنايا كما كتشوفوا. كيديروا الخدمة ما تيكملوهاش، يعني اللي جاي من هنايا ما عرفوش المسؤولين هادو فين بغي يوصلوا بهاد العبات ديالهم لهاد البلاد هادي. كما كتشوفوا جات بين المدخل ديال سيدي بن نور و كما كتشوفوا، يعني راه خطيره. يعني الا كان جي الا كان هادي جي بالليل، يعني راه الموت، راه الموت. يعني راه كما كنقولوا الوقت سلامه وصغيره ماشي حتى كبيره. كما كتشوفوا هاد الرومبو هادي اللي تشكل خطر كبير. يلا مؤخرا وقعت حاجه تصير خطيره هنايا، لان كما تنقولوا مدار الموت. يعني اللي كتجي مثلا الانسان كيكون جاي من الطريق من هنايا بالليل، راه والله ما تيشوف شي حاجه حيت ما كاينش الضوء هنا كما كتشوفوا. راه ما كاينش الضوء والو، الضوء من عدم. هنا وقعت شحال من كسيده وكسيده هنا، الله يرزق السلامه. تقريبا غير واحد 15 يوم هادي وقعت حادثة سير قاتلة هنايا. يعني ما كي تجي واحد السرعة ما كيشوفش هاد الرومبا هادي. غادي نسولو احد المواطنات اللي كتسكن بهاد هنايا اللي تعطينا الرأي ديالها في هاد الرومبا هادي. السلام عليكم. السلام خويا. اختي انت مباشرة معنا على قناة شوف تي في، اش ممكن تقولي على هاد الرومبا هادي اللي داروا لكم هنايا؟ واش غنقول لك اخويا، انا من السكينه ديال هاد الناس ديال العطاطره، انا كنقطن بهاد الدوار. عندنا خويا وليداتنا هنا، عندنا بنياتنا، عندنا كنتعطلوا بالليل، حنا بروسنا كنخدموا في سيدي بن نور، كاع الناس كيخدموا في سيدي بن نور. اذا حنا راه ما عندناش هنايا، ما كاينش الامان. راه الوقت اللي كنتعطلوا هنا بالليل راه كاين الكريساج، كاين حوادث، ماتوا لنا الناس بزاف هنا في هاد الطريق. راه مؤخرا السيد طلع بطوموبيلته فوق هاد الرومبوا. انت كتشوف السيدي راه ما كاين لا بلايك لا ضو شاعل لا حتى حاجه. ونطلبوا من السلطه ومن الناس المسؤولين والناس اللي خدامين على هاد البلاصه هادي يقوموا بالواجب ديالهم. نحنا ضايعين بزاف، حنا لدرجه ولادنا غنحولوهم، حنا غنتحولوا، حنا ما بقيناش حملنا نسكنوا خا ديورنا، غنقدروا نديروا حل لروسنا، حنا نتحولوا من هنا ونخويوا هاد البلاصه.
اللهم في الكرا واللهم في شي حاجه. ديما كيوقعوا لكم الكسيد هنا؟ ديما الكسيد راه ماتوا بنات بنت المدرسه وماتوا بزاف ديال الناس هنايا، راه عندنا بناتنا باغيين السوايع. وليد انا ولدي دخلته الترونسبور، ترى دخلته المدرسه خصوصيه باش يقرا ليا، علاش؟ حيت هنا ما كاين لا قرايه لا امن لا امان. ونطلبوا من المسؤولين ومن الرجال، حنا ما كرهناش تكون الاناره، تكون عندنا الاناره هنايا وكون عندنا الامان. الواد الحار الماء راه بزاف ديال الواد الحار، ما عندناش الضو في الطريق، ما عندناش الماء صالح للشرب. هاد الرومبا حنا ما عندنا حتى شي زعما حتى شي معلومه عليها، كنا ناعسين في ديورنا لقينا رومبا، ما عرفناش كيفاش نزلت هاد الرومبا. كيوقف فيها الكسيد بزاف، كيوقف فيها الكسيد بزاف. بحرا مات شي واحد جوج الناس وشنا ما تقلبت كونغو هنايا ديك النهار شي شهر. كما كتابعوا معنا مباشره الطريق هذه اللي كنتمنوا من المسؤولين ديال جماعه سيدي بنور باش يستدعوا بالوتيره ديال الاصلاح ديالها ويديروا لها الضوء، لان كما كتشوفوا ان مدار الموت هذا خطر، يعني خطر 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 خطر. كما كتشوف جات رابطه بين العطاطره وبين سيدي بنور، كما كتشوفوا كما كتشوفوا راه ما كاينش علامه تشوير هنايا، واللي كتهدد الساكنه بالخطر، كتهدد ابناء ديال هذه المنطقه هذه. كما كتشوفوا راه يعني صغيره الرومبا صغيره. غنشوفوا احد السائقين اللي غيعطيونا احد الكلمه. السلام عليكم. شتي انت معنا مباشره على قناه تيوبي، اش ممكن تقول لنا على هذا الرومبا هذه اللي داروا هنا؟ خدامه اخويا فيها تكرفي شويه وتكرفست الناس وماتوا الناس. الرومبا راه صغيره، هذيك الرومبا راه ما لاقات الحاجه، صغيره بزاف. صغير من صالح حاجه اخويا. بزاف اصاحبي وسعوا الطرقان. ورا شحال من مره انا كنبغي نمشي معاه، اجاب الله حافظ البلاد شويه. خصوصا بالليل. وراه هي بالليل من واعره. في الليل من واعره. بالليل من واعره راه كيدخل فيها، اللي ما عارفاش كيدخل فيها. فهمتي؟ اللي ما عارفاش راه كيدخل بها. خاص الطريق توسع، ما يجي ربا دايرين زامتين يقتلوا عباد الله. والدراري ولاد البلاد ومات انا واحد الدري بموتور صغير، انا ولد البلاد مسكين كاع حال الدنيا وين مشى فيها، كاين اللي تهرس كاين اللي مسكين. اخويا واحد السوق الله يجازيك بخير، هذاك السوق ديال الطويلعات راه اخويا كرفس الدنيا. دابا حنا عندنا الروبا يلاه كيف كتشوفوا كيف كما كنشوف معنا هاد الرومبا هادي اللي في حقا كتشكل خطر كبير على المواطنين. كما كتشوفوا كما كتشوفوا كنت دائما مباشرة على قناة شوف تي في، اللي كما كتشوفوا هاد المدار هذا اللي كيشكل واحد خطر كبير على السكينة والحوادث السير اللي كتوقع بكثره هنايا، يعني حشومه. كنتمنى من المسؤولين باش يفيقوا لهاد الرومبا هادي. كما كتشوفوا هي صغيره، شوفوا مثلا الكاميون من غادي يدوز، شوف يعني ما كاينش المسافه، شوف ما كاينش المسافه. شوف هاد الدقيقه كما كتتابعوا معنا كما كتشوفوا كما كتشوفوا معنا يعني خطير شي. يعني شوف صغيره بزاف صغيره بزاف، يعني شوف ما كاينش المسافه كاينش. يعني يقدر واحد في شي من تما غادي السلام عليكم. فانت مباشره معنا على قناه شوف تي في، اش ممكن تقول لي على هاد الرومبا هادي؟ الرومبا ما خداماش اخي، دابا كتكون جاي حتى كتحبس الطريقه هنا، دابا كاين اللي ما عارفش كاع الطريق واش دايزه ولا ما دايزه. وباللي مزيره حتى شويه، شو الطريق راه ماشي قد الرومبا، يعني الرومبا صغيره. شوف
الشرابه قداش الطريق قداش يعني ما غير صالح كما كتشوفوا معنا المباشره على قاتل الكلمه واحد الكلمه هذا كان ممكن السلام اخواش ممكن تولينا هاد الرومبا انت دابا دايز من هنا وهاد الرومبا مزحومه خصوصا بالليل ما كاينش فيها الضوء اش ممكن تكون هاد تشكل خطر اسيدي هاد الرومبا كتشكل هنا خطر ما الانسان جاي حتى كيطهس فيها ما فيها لا شي فيروج لا قيف لا حتى شي حاجه ما عرفتش ما عرفتش هاد الناس كيفاش مزحومه كما كتشوفوا مزحومه ما كاينش كيفاش حتى كتبعد مع شي واحد ولا انت كتفراني غادي ستينا حتى كتلقاها ما يعني كتشكل خطر ما خداماش كما كتشوفوا الناس يعني كتشكى من هاد الرومبا هادي لانها كتشكل خطر كبير على الساكنه لان كنتمنوا من المسؤولين باش يفيقوا هاد الرومبا هادي خاصها تصايب خاصهم يوسعوها يعني خاص يوسعوا هاد الرومبا هادي راه ماشي ما خداماش كما كتشوفوا الكاميون كلشي مزاحم كما كتشوفوا يعني كما كتشوفوا هاد الرومبا هادي يعني كتشكل خطر على الساكنه هنايا لا حول ولا قوه الا بالله كما كتشوفوا السلام عليكم كما كتشوفوا حد السلام عليكم خويا انت مباشره على قناه شوف تي في انت جاي دابا من هاد الرومبا اش ممكن تقول لنا على هاد الرومبا هادي السلام عليكم بالنسبه لهذا المدار الحضاري الرابط ما بين مدينه سيدي بنور والعطاطره فهو كيشكل خطوره على مستعملي الطريق لانعدام الاناره وكذلك علامه التشوير الليلي ومن هذا المنبر هذا كنناشد المسؤولين انه يمدوا هذا المدار بالاناره وكذلك علامه التشوير الليلي لتفادي حوادث سير احيانا تكون مميته وشكرا لكم شكرا كما كتتابعوا معنا دائما كما كتشوفوا هذا المدار هذا يعني كيشكل واحد الخطر كبير على السائقين كما كتشوفوا خطر في على السائقين هنا يعني راه في اي لحظه انه كيوقعوا كسيد خايبين هنايا راه من العيب والعار من العيب والعار ان تبقى هذه الحاله هذه هذا نداء للمسؤولين على هذا المدار هذا انهم ما فيها باس انكم توسعوه ويكادوه راه حشومه راه انت بس السكان ديال جماعه العطاط راه كيتشكاو من هذا المدار هذا كيقول لك ما هدي بالخطر ولا ديالهم لانه هي الرابطه بين سيدي بنور وبوجه جات بيناتهم يعني تابع ليهم يعني الناس كيتشكاو كتشكل لهم خطر كبير هاد الرومبا هادي راه حشومه السلام عليكم هاد دقيقه الله يخليك سلام سؤال تم بس شو كنت تقول على هذا الرومبا هذه اللي دار لكم هنايا هذه خطر خطر احسن او عر رومبا هي هذه البلاصه اللي داروا في العطاطره هنا طريق العطاطره كارثه عباد الله ماتوا فيها عباد الله ما نقولش لك لا في اليسار في اي بلاصه خطر كاع حشومه عليهم كاع كما كتتابعوا معنا مباشره على قناه شوف تي في هذا المدار اللي كيشكل واحد الخطر كبير على الساكنه كما كتشوفوا راه لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كما كتشوفوا هاد الرومبا هادي اللي هانت رموك ما عادوش الباسج من غيدوز يلا شوف صغيره شوف المطر تيموتوا فيها الناس هنا بالمطر ديالهم لا حول ولا قوة إلا بالله ودامنا أنا من قناة شوف تي في تنوجه رسالة للمسؤولين على هذا المدار هذا اللي كيشكل خطر كبير على الساكنة كما كتشوف غناخذ لنا واحد رائد هاد الناس عندهم دراجة السلام عليكم خويا انت مباشره معنا على قناه شوف تي في احنا عندنا الموضوع ديالنا هو هذه الرومبا هذه اش كاينك تقول لنا على هذه الرومبا هذه الرومبا خويا داروها على غفله بقى عباد الله ما كاين لا شحال من كسيده تسبات فيها خويا هذه الرومبا قالت ليش عباد الله والله ياخذ فيهم الحق اخويا خاصهم الحق اللي يديروا شي علامات يلا بداو كيديروا فيهم دابا وبسبب الليل كيفاش بالليل ما كتبانش لك غادي حتى كتخرج فيها ويلا داروها باقا جديده اخويا فهمتي دابا اللي ما عارفاش مشى فيها اللي ما عارفاش مشى فيها ما كاينش شي بلاك تشوير باش توصل تقاف ولا والو
خصوصا كاع بالليل. خصوصا بالليل والله العظيم بالله تعرضوا على جوج كنعرفهم انا كاع جوج ما يشوفوا والله العظيم. واخويا نتمنوا من هاد المسؤولين يديروا شي حل صافي. كما كتشوفوا الجميع جات الناريه الدرجه كلشي كيستنكروا هاد هاد هاد, هاد الرومبا هادي. من هنا علاقه مباشره المدينة هذا المدار هذا كنتمنوا من المسؤولين انهم باش يسرعوا ويصيبوا هذا المدار هذا. الله يجازيكم بخير. هذا النداء كنوجهوه للساكنه توجو الساكنه توجو المواطنين.